مل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الموريتانية الثانية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج المبارك، برنامج ورتل القرآن ترتيلا. وسنتناول معكم اليوم الآيات من 201 إلى 205 من سورة البقرة، على أن نسمع الآيات من الطالبين القارئين، الطالب عبد الله أحمد والطالب أبو بكر محمد فؤاد السنهوري. وبعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى نتناول الأحكام الأساسية، أحكام التجويد الأساسية بحول الله تعالى، كما نستقبل اتصالاتكم للتصحيح والمشاركة في البرنامج. فأهلا وسهلا بكم جميعا، ونبدأ الآيات بتلاوة برواية ورش مع الطالب عبد الله أحمد، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. بارك الله فيكم الطالب والقارئ عبد الله. فقد استمعنا إلى الآيات برواية ورش عن طريق الأزرق، فنلاحظ التقليل في بعض الكلمات مثل التقي وتولي والدنيا ونحو ذلك، ونلاحظ كذلك المد، الإتيان بالمد المنفصل في بعض الكلمات التي ورد فيها،
ونلاحظ نقل الحركة للام التعريف وغيرها من الأحكام التي نتعرض لها بحول الله تعالى عندما تسمح الفرصة بذلك. ثم نستمع إلى الآيات برواية قالون مع الطالب القارئ أبو بكر، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. بارك الله فيك الطالب القارئ أبو بكر محمد فال، فقد قرأت برواية قالون. لاحظوا الفروق بين الراويين كما سنبينه لاحقا بحول الله تعالى. وقبل ذلك كنا عودناكم في هذه الحلقة على أن نقرأ من الكتاب القيم للإمام النووي، كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. فهذا الدين آداب وأخلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وما زلنا في آداب متعلم القرآن، وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: فصل. ومن آدابه المتأكدة أن يكون حريصا على التعلم، مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها، وأن لا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير، ولا يحمل نفسه ما لا يطيق، مخافة من الملل وضياع ما حصل. وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال. وإذا حضر إلى مجلس الشيخ فلم يجده انتظره ولازم بابه، ولا يفوت وظيفته إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه، وأنه لا يقرئ في غيره. وإذا وجد الشيخ نائما أو مشتغلا بمهم لم يستأذن عليه، بل يصبر إلى استيقاظه وفراغه أو ينصرف. والصبر أولى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كما كان ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يفعلون. وينبغي أن يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشاغلات قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، ومعناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة،
فإنكم إذا صرتم سادة متبوعين امتنعتم من التعلم لارتفاع منزلتكم وكثرة شغلكم. وهذا معنى قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. والآن إن شاء الله نتناول بعض الأحكام التي وردت في الآيات، أحكام التجويد. فقد بدأت الآيات بقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. واذكروا الله، واذكروا الله، هذه حروف كلها حروف استفهام. ونلاحظ تفخيم الراء من قوله تعالى: واذكروا الله، وهذه الراء تفخم للجميع لأنه لم يتقدم عليها سبب من أسباب الترقيق. وقد قال ابن بري رحمه الله تعالى: ودع ما لم يرد للأصل، على اعتبار أن الراء الأصل فيها التفخيم، فلا يجوز ترقيقها إلا لسبب كالكسرة والياء مثلا. واذكروا الله، ونلاحظ كذلك تغليظ اللام للجميع في اسم الجلالة الله، فخم اللام من اسم الله عن فتح نوضا منك عبد الله، وفخمت في الله واللهم للكل بعد فتحة أو ضمة. واذكروا الله في أيام، نلاحظ هنا المد المفصل بعد مد الياء التي وقعت قبل همز منفصل، وهذا يمد لورش 6 حركات، ويمد لقالون 4 حركات على خلاف عنه. وجرى العمل اليوم بقصر المنفصل لقالون، لذلك استمعتم إلى قراءته مقصورا من خلال الطلاب الذين قرأوا. في أيام معدودات، في أيام معدودات، التنوين وقع بعده حرف من حروف الإدغام وهو الميم. فمعلوم أن النون الساكنة ونون التنوين لهما 4 أحكام: إظهار، إدغام، وقلب، إخفاء. فتدغم النون الساكنة ونون التنوين في حروف يرملون، فيكون الإدغام بغنة في حروف ينمو 4، كما عندنا هنا في أيام معدودات، فهذا إدغام خالص بغنة في أيام معدودات، غنة ميما ثم نونا شددا. فالغنة صوت يخرج من الأنف دون الفم في الميم والنون المشددتين والمخفاتين، يعني أن هذه الغنة التي تكون بقدر حركتين تكون فيهما في الحالين المذكورين، وأما المتحرك منهما ففيه الغنة تلقائيا ولكنها لا تزاد على النطق على الطبيعي. في أيام معدودات، لاحظنا هنا الوقف، وينبغي الاهتمام بالوقف بمعرفة الوقف والابتداء، كما قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن 3
تام وكاف وحسن، أي أن الوقفة الاختيارية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مقبولة وهي الوقف التام والكافي والحسن، وغير ذلك هو الوقف القبيح الذي قال فيه: وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله. ثم بين أقسام الوقف: في أيام معدودات، فهذا الوقف وقف كاف، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فمن تعجل، النون الساكنة قبل حرف الإخفاء الذي هو التاء هذه مخفاة، وتظهر علامة إخفائها في الضبط بأنها لا تضبط، أي لا يشار عليها السكون. ومعلوم أن النون الساكنة ونون التنوين تخفى قبل 15 حرفا، مجموعة في البيت المشهور: صف ذات هلن كم شاد شخص قد سماد طيبا سد في تقنطع ظالما. فمن تعجل في يومين، في يومين تعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. في يومين، في يومين، الياء هنا وقعت ساكنة قبل مثلها، ولكنه ليس سكونا صحيحا بل ساكنة سكون المد، ولذلك نحذر من إدغامها، لأنه من شرط إدغامها أن يكون سكونها صحيحا. في يومين، يومين فلا إثم عليه، المد وقع بعده همز الألف، وقع بعده همز منفصل فيمد لورش ست حركات، ويقصر لقالون على المعمول به. فلا إثم عليه. الثاء الساكنة نحرص على إعطائها صفاتها من ترقيق وهمس وغير ذلك من الصفات، فننطقها نطقا صحيحا: فلا إثم، إثم عليه. نجد هنا إشارة الوقف على قوله تعالى: فلا إثم عليه، وهو وقف كاف. فالكلام من ناحية المعنى ما زال متواصلا، ولكنه لم يتعلق بما بعده لفظا، وذاك هو الوقف الكافي. ومن تأخر، ومن تأخر، من تأخر، النون الساكنة قبل التاء، عرفنا أن فيها الغنة. ومن تأخر، ونحرص كذلك على ترقيق الهمز وعدم تفخيمه، عدم في تأخر، لوقوعه قبل حرف من حروف الاستعلاء تأخر. والانسفال في سواه جائي قد خص ضغط ذات الاستعلاء، فلا نفخم الهمزة في مثل هذه الكلمة. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. عليه نأتي بالياء الساكنة، نعطيها حقها من الإسكان، لمن اتقى.
النون هنا كسرت لأجل همز الوصل لمن اتقي، ونلاحظ التقليل في اتقي لورش على المعمول به. في هذه الألفات المنقلبة عن الياء اتقى أصلها ياء ولم تصاحب الراء، فهي مختلف في تقليلها عن ورش عن طريق الأزرق، ولكن المعمول به التقليل. فلا إثم عليه لمن اتقي، لما لبين بينه ولما للصغرى. واتقوا الله، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واتقوا الله، القاف من حروف الاستعلام من حقه التفخيم، وقع بعده اسم الجلالة الله، مثل واذكروا الله التي رأينا، هذه اللام تغلظ للجميع. واعلموا أنكم، واعلموا أنكم، واعلموا المد، وقع بعده همز منفصل فيمد لورش 6 حركات، ويمد لقالون 4 حركات على خلاف عنه. وقد جرى العمل بقصره اليوم بين القراء بقالون، برواية قالون. واعلموا أنكم إليه تحشرون. أنكم، النون المشددة فيها الغنة بقدر حركتين، والميم، نعم إن شاء الله سنواصل أو نستمع الآن إلى الأخ سيد أحمد. أهلا وسهلا، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. يا أخ معك لهم الزلات، تحياتي. يا مرحبا، حياك الله وبارك فيك، وفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. بسم الله. لأن صحصت الفاتحة رواية ورش. تفضل، فاتحة إن شاء الله تقرأها بورش وقالون على عدم صلة ميم الجمع. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. نعم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب طيب، ما شاء الله ما شاء الله، بالتمرن إن شاء الله، مراجعة يتحسن الأداء إن شاء الله.
طيب، واعلموا أنكم إليه تحشرون. ميم الجمع في كلمة أنكم إليه، هذه صلة ميم الجمع هنا لورش، لأنها وقعت قبل همز منفصل، وصل ورش ضم ميم الجمع إذا أتت من قبل همز القطع، وكلها سكنها قالون على المعمول به. أهلا الشيخ المهدي، أهلا، تفضل. أهلا، تفضل الشيخ. أهلا، تفضل. الله إن شاء الله. طيب، وكذلك إن شاء الله. نعم، إن شاء الله. أهلا وسهلا بالأخ الكريم الشيخ المهدي، أهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكروا الله في أيام معدودات، تعجل في يوم ولا تحل ما عليه من واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. من يعجبك قوله في الحياة الدنيا يشهد الله على ما في قلبه يكون ألد فإن تودى ما في القلب يفسد ويفسد الحرث والله في الفساد. نعم، تابع. أهلا الشيخ محمد بوية، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. حياك الله يا شيخ. حياكم الله، الله يبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم. الله يبارك فينا وفيكم ويتقبل منا ومنكم إن شاء الله. آمين. جزء من قوله تعالى اذكروا الله. نعم. إلى مني؟ إلينا. الله. الله رؤوف بالعباد. راني محييكم، محيي الإخوة اللي معاك. حياكم الله. حياكم الله، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.
ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم. بارك الله فيكم، ما شاء الله قراءة جيدة وصحيحة. رؤوف بالعباد، التوسط هنا التوسط فيه مد البدل الهمز والوجه المعمول به لورش. بارك الله فيكم شيخ محمد بويه، الله يحفظكم ويرعاكم. كنا نواصل بعض الأحكام الواردة في الآيات، وصلنا إلى قوله تعالى واعلموا أنكم إليه تحشرون. هنا نجد نهاية الآية تحشرون، هنا الوقف، هذا وقف تام، وكذلك الوقف على فواصل الآية هو وقف حسن من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الفاتحة. ولو كان هناك تعلق لفظي أو معنوي، هنا هذا وقف تام لأن الكلام بدأ ومن الناس، ومن الناس من يعجبك قوله، ومن الناس، فنلاحظ أن النون الساكنة وقع بعدها، وقع بعدها لام ال ففتحت. لاحظوا كذلك حكم الغنة في النون المشددة، ومن الناس من يعجبك، من يعجبك قوله، من يعجبك قوله، النون الساكنة قبل الياء فتدغم إدغاما ناقصا بغنة. وتلاحظون في المصحف أنها تضبط، أي يجعل عليها السكون، وذاك إشارة إلى أن إدغامها إدغام ناقص بغنة. من يعجبك، يعجبك قوله، احرصوا على إسكان العين وإخراج هذه الحروف من مخارجها مثل الجيم، وعلى إعطائها حقها ومستحقها. من يعجبك قوله، قوله القاف من حروف الاستعلاء مفخم، مرتبة التفخيم هنا في المفتوح. قوله في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا، الدنيا هنا نلاحظ التقليل، هذه فعلى مشبه بالمنقلب عن ياء، والمعمول به التقليل للإمام ورش عن طريق الأزرق في مثل هذا، هذه الكلمة في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ويشهد الله، نلاحظ الضم قبل اسم الجلالة فتغلظ اللام كما رأينا للكل، وفخمت في الله واللهم للكل بعد فتحة وضمة، فخم اللام من اسم الله عن فتح أو كسر كعبد الله. نعم، على ما في قلبه وهو ألد، وهو على ما في قلبه وهو قلبه، الهاء ها الضمير هنا توفر فيها شروط الصلة، على ما في قلبه،
والقول فيها ضمير الواحد والخلف في قصر ومد زائد إلى أن قال فالهاء إن توسطت حركتين فنافع الشامل لورش وقال يصلها بإحدى الصلتين هي هنا مكسورة ستوصل بالياء لأنه وقع بعدها حرف متحرك الباء وقع بعدها حرف متحرك وهو الواو على ما في قلبه وهو ألد الخصام ضمير هو وقع بعد الواو فيحركه ورش بالضم وهو ألد الخصام وأما قالون فيسكن الهاء كما قال ابن بري رحمه الله تعالى قرأ وهو وهي بالإسكان قالون حيث جاء في القرآن وهو ألد الخصام وهو لورش وهو لقالون وإذا تولى وإذا تولى تولى الياء الألف هنا الألف هنا منقلب عن ياء ولم يصحب الراء لم يصاحبه الراء فيمال لورش على خلاف عنه عن طريق الأزرق والمعمول به التقليل وإذا تولى سعي وكذلك سعي في الأرض في الأرض نقل حركة الهمز للام التعريف حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل أو لام تعريف وهو المعروف عندكم معشر أهل الرسم بباب ألا باب ألا هذا هذا يكون فيه نقل الحركة أخذت وإذا تولى سعي في الأرض في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل هذا وقف كاف ولذلك نجد إشارة الوقف صه على قوله تعالى والنسل لأن المعنى تم وإن كان له تعلق بما بعده من ناحية المعنى الله لا يحب الفساد هذا كلام مفصل فالنسل يمكن أن يكون وقفا تاما ويهلك الحرث والنسل النون المشددة فيها الغنة بقدر حركتين والله لا يحب الفساد هنا نجد الوقف على حرف الدال يكون في حكم ماذا؟ القلقلة حروف القلقلة معروفة خمسة مجموعته في قطب جدين معروفة عندكم بعضهم يجعل القلقلة ثلاث درجات فقط قلقلة ثلاث درجات وبعضهم يجعلها درجتين فقط بعضهم يجعل القلقلة صغرى ووسطى وكبرى فالصغرى في حرف القلقلة الساكن مثل إبراهيم يدخلون هكذا إذا سكن حرف القلقلة في الوسط هذه هي قلقلة الصغرى والوسطى في الموقوف عليه غير المشدد كما عندنا هنا وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكون في الوقف كان أبينا نعم الله لا يحب الفساد فالقلقلة معناها الاضطراب والحركة تسمى القلقلة واللقلقة معناها حركة اللسان اضطراب اضطراب اللسان عند النطق بأحد حروف القلقلة حتى يكون شبيها بالمتحرك ولكن نحرص على عدم تحريكه ولذلك قيل حاذر تحريك حرف القلقلة عند الوقوف مثل وقف الجهلة وإنما هو بصوت يقرب من شبه التحريك فيما هذبوا
وأما القلقلة الكبرى ففي الموقوف عليه المشدد تكون فيه القلقلة الكبرى. وبعضهم جعل الموقوف عليه قسما واحدا، سواء كان مشددا أو مخففا. وإذا قيل له، وإذا الهمس معروف الكلام عليه من حيث المخرج. وكذلك نحرص على الإتيان بالذال من مخرجها، فالذال مخرجها طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، فنحرص دائما على الإتيان بها من مخرجها الصحيح. وإذا بعض الناس إذا قرأ مثلا في التعوذ لا تسمع الذال، تسمع شيء شبيه، ما أدري هل هو الياء أو ماذا، يقول بعضهم يقول أعوذ أعوذ بعضهم، فلا بد من إخراج الذال من مخرجها. أعوذ أعوذ بالله. وإذا فدائما نحرص على إخراج الحرف من مخرجه كما في الذال هنا. وإذا قيل له، قيل القاف معروف حرف قلقل، قيل له اتق الله، الضمير هنا ضمير الواحد المذكر، هذه الهاء لم توصل لوقوعها قبل ساكن، فشرط وصلها عندنا أو أن تقع بين متحركين كما رأينا في الكلمة السابقة في قلبه وهو. وأما هذه فوقعت قبل ساكن. وإذا قيل له اتق الله فحكمها القصر، لأن مفهوم وقوعها بين ساكنين أنها إذا وقعت بين متحرك وساكن كما هنا أنها لا توصل، وهي كذلك. وإذا قيل له اتق الله، اتق الله، القاف المكسور فيه التفخيم لأنه حرف استعلاء، ولكن أضعف المراتب أن يكون حرف الاستعلاء مكسورا، فهذه أضعف مراتب التفخيم. بسم الله، تفضل أخت مريم. مريم نفيس، روايت ورش، إن شاء الله روايت ورش، مرحبا وأهلا، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات، في أيام يوم فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، لمن اتقى، لمن اتقى، لمن اتقى، لا تشد القاف، لمن اتقى، لمن اتقى، لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة قوله الدنيا، قوله بضم اللام، قوله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على ما في، على ما في قلبه، في قلبه، في قلبه بمد الفاء، في قلبه على ما في قلبه وهو ولد الخصام، وهو ألد الخصام، وهو ألد الخصام، ولد الخصام. وإذا تولى، وإذا تولى سعي في الأرض ليفسدوا بها، ليفسد فيها، ليفسد فيها. إذا تولى سعي في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث، ويهلك، ويهلك الحرث والنسل،
والنسل والله لا يحب الفساد. فإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نعم بارك الله فيك. إن شاء الله استمرار إن شاء الله الاتصال والتصحيح والاستماع للقراء المجيدين، يحصل إن شاء الله تقدم ما شاء الله، محاولة طيبة، فإن شاء الله مزيد من التمرن إن شاء الله يحصل المطلوب إن شاء الله. طيب ويهلك الحرث والنسل والله لا، وإذا قيل له اتق الله أخذته، اتق الله أخذته، اسم الجلالة قلنا هنا الله وقع بعد كسر فحكمه الترقيق للجميع، أخذته نحرص على ترقيق الهمزة المفتوح قبل حرف الخاء، أخذته العزة بالإثم، نقل الحركة لورش في الإثم وعدم نقلها لقالون، فقالون يقرأها بالإثم كحفص مثلا وغيرهم. فحسبه جهنم، هذا الضمير هنا، هذه الكناية، هذه توصل لوقوعها بين متحركين كما رأينا. فحسبه جهنم، هذا الوقف كاف. أهلا أخ سيد أحمد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بأخينا سيد أحمد، تفضل. حسن بسم الله، هو كذلك إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن، احرص على كسر النون، الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله، المد قبل الهمز. إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يدخلون، القلقلة التي تحدثنا عنها، يدخلون في دين الله أفواجا. أفواجا، ف سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بارك الله فيك، إن شاء الله التمرن إن شاء الله يحصل التقدم ويحصل المطلوب إن شاء الله. بسم الله عبد الله، نستمع إلى الآيات برواية ورش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن
تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. بارك الله فيك. ونستمع إلى الآيات برواية قال إن شاء الله مع القارئ والطالب أبو بكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. بارك الله فيكما ووفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله على ما من به من النعم، ومنها تدارس كتاب الله تعالى. ولا يسعنا في نهاية هذه الحلقة بعد شكر الله تعالى إلا أن نشكر الفريق الذي أشرف على إنجازها، كما نشكر الإخوة المشاهدين والمتصلين، ونشكر الطالبين القارئين عبد الله أحمد وأبو بكر محمد فارس السنهوري. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بحول الله تعالى،
نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل.